الدنيا أغلى من ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. مصر كريمة. الحقيقة أنا بحيي الأستاذ الدكتور سمير زكاش رئيس جامعة الحديث يوسف على استضافته لهذا المؤتمر، وأيضا تحية خاصة للدكتور ماهر السليم رئيس الدورة السابقة. كما أحيي الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي أمين عام اتحاد الجامعات العربية والفريق المساعد والمعاون له على المجهود الكبير المبذول لكل الأنشطة الطلابية أو لكل مجهود يتم من خلال اتحاد الجامعات العربية، ونعرف أنه هو في قمة النشاط والحيوية، وربنا يجزيك إن شاء الله. الأخوة الزملاء الأعزاء، رؤساء الجامعات، الحضور الكريم، من هذا المنبر أشكر وأحيي أشكر الشعب اللبناني الشقيق العزيز على قلوبنا وحكومته الكريمة، وأرجو لكم تحية من مصر العروبة، مصر الغالية على الجميع، إلى كل شعوب الدول العربية الصديقة والحاضرة معنا والغائبة عنا. بالنسبة للمجلس العربي للأنشطة الطلابية، يقوم المجلس العربي للأنشطة الطلابية على العديد من الأنشطة، بتبدأ في شهر نوفمبر بالأنشطة الخماسيات كرة القدم، والحقيقة بيشارك فيها عدد كبير من الطلاب. في كمان كرة السرعة، ودي بتقام دائما في منطقة البحر الأحمر أو في الأقصر. وبالنسبة للجهاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، يبقى في شهر أبريل كمان في الجوال العرب، وأيضا بيبقى في شهر مارس أبريل من كل عام. دي عبارة عن أنشطة قمية تتواجد على أرض جامعة جنوب الوادي كل عام، ونتمنى من الجميع المشاركة فيها. لكن طبعا في خلال لقاءاتي مع الطلاب دائما بيبقى في نقاشات وحوارات. ليهم طلب دائما بيطلبوا مني من السادة رؤساء الجامعات جميعا أنه يهتموا بالأنشطة الطلابية، ويحاولوا قدر الإمكان يساعدوهم ويدعموهم. أنا عارف أن كل جامعة ليها دور كبير في أنشطتها الداخلية، لكن كمان أنشطة الطلاب العرب مع بعضهم هي في غاية الأهمية. الطلاب لو تشوفوهم هم مع بعضهم عبارة عن مجموعات عمل، وهم بيشتغلوا إذا كان في موضوعات تسجيل أو في خلافهم، أي كان النشاط اللي بيقوموا به، بيبقى فيه قمة النشاط والحيوية والتعاون. وده التعاون المطلوب اللي بين أهلكم شايفين الوضع اللي احنا فيه، مطلوب التعاون والتكاتف دائما. فدور الشباب دور مهم جدا، وخاصة الشريحة اللي بنتعامل معاها، الشباب الطلابي أصحاب فكر وأصحاب رأي وأغنية تماما بعقولهم، عشان كده مطلوب مننا نحاول نساعدهم ونعودهم إزاي نتعاون مع بعضهم وإزاي نقدم بيد حتى يقوموا على رعايتنا في المستقبل إن شاء الله. أتمنى لحضراتكم كل خير وكل توفيق، ورعايتكم لشبابنا الكريم في كل الجامعات العربية، وأتمنى من السبع رؤساء الجامعات زيادة المشاركة. كل عام يحضر عندنا عدد من الجامعات المشاركة، لكن الفترة السابقة أنا عارف الظروف اللي احنا مرينا بيها، لكن أتمنى أن احنا كل الجامعات تحاول تشارك معنا بقدر الإمكان، عشان خاطر يبقى يتعاون مع بعض ويتعرفوا على بعض، ونعمل معاهم اللي ما عرفناش نعمله من زمان. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي.
أتحدى لأي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي. أول ما يهونوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى لأي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا افتكرها شايلة في همومنا على خيرها. بلدي الصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها شايلة في همومنا على خيرها. بلدي بصحيح كتر خيرها. مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي في كل مكان بروح ويقولوا مصري رفع راسي. عاشق ارضك سماكي وحبي ليكي ده شيء اساسي. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي في كل مكان بروح ويقولوا مصري رفع راسي. عاشق أرضك سماكي وحبي ليكي ده شيء أساسي. هنحب مين غيرنا؟ مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا افتكرها شايلة في همومنا على خيرها. بلدي بصحيح كتر خيرها. ولا حد غيرنا افتكرها شايلة في همومنا على خيرها. بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا افتكرها شايلة في همومنا على خيرها. بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا افتكرها شايلة في همومنا على خيرها. بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟